مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أسباب وراء شعورك بألم حلمة الثدي. تعتبر آلام حلمات الثدي من الأعراض المنتشرة عند الكثير من النساء، سواء كان أثناء الحمل أو أثناء فترة الرضاعة الطبيعية أو حتى قبل الزواج. وحتى نتمكن من علاج هذه المشكلة، لابد أولا من معرفة أسباب ألم الحلمتين المختلفة. تشعر بعض النساء بآلام في حلمات الثدي بدرجات وأعراض متفاوتة، حيث من الممكن أن تجد بعضهن يعانين من حلمات متقرحة وملتهبة، بينما البعض الآخر يعانين من ألم حاد مصحوب بحكة في تلك المنطقة. التغيرات الهرمونية الطبيعية في دورة المرأة الشهرية تسبب ألماً في الثدي والحلمات. عادة ما تظهر هذه الأعراض في الأيام التي تسبق بداية الدورة الشهرية مباشرة، حيث تؤدي الزيادة في هرمونات الأستروجين والبروجستيرون إلى جانب زيادة السوائل في الثدي إلى الشعور بالألم فيهما. آلام الحلم شائعاً أيضاً أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية. قد يصبح الثديان أكبر، وقد تعاني المرأة من الالتهاب فيهما. يمكن أن تساعد حمالات الصدر الملائمة بشكل جيد على تقليل الاحتكاك وتخفيف الألم. تجد بعض النساء الحوامل أنه من المفيد ارتداء حمالة الصدر خاصة بالنوم، وهي مفيدة في تقليل ألم الحلمة بعد الولادة. قد تسبب أيضاً مناعمات الأقمشة ومصاحيق الغسيل تفاقم حالات الجلد الموجودة، وحينها يكون الألم وتهيج الجلد مصحوباً بقشور وبثور أو أكزيما. وهناك مجموعة من المنتجات المنزلية التي يمكن أن تهيج الحلمات، من بينها مرطب الجسم، منظفات الغسيل، كريمات إزالة الشعر، العطور والصابون. إن الحلمات المصابة بالفعل بسبب الحساسية أو الاحتكاك تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، كما قد تزيد الرضاعة الطبيعية أيضاً من احتمالية حدوث العدوى، إذ إن العدوى الفطرية في الحلمتين غالباً ما تسبب ألم حارق ولادع، ولا يزول عن طريق الحد من مصادر الاحتكاك، ويمكن أن تؤثر العدوى على الرضع أيضاً.